سنة 2024 ميلاد الحصة أحسنتم. درسنا اليوم بعنوان أيام الأسبوع. أيام الأسبوع، هل تعرفون كم يوم في الأسبوع؟ نعم. إذا كم يوم في الأسبوع؟ الأسبوع 7 أيام. إذا ما هي أيام الأسبوع؟ أيام الأسبوع الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. كم يوم في الأسبوع؟ في الأسبوع 7 أيام. ما هي أيام الأسبوع؟ أيام الأسبوع هي الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. أحسنتم. الآن سوف نقوم بترتيب أرقام أيام الأسبوع. إذا ما هو اليوم الأول في الأسبوع؟ ما هو اليوم الأول في الأسبوع؟ واحد. اليوم الأول واحد. اليوم الاثنين. الاثنين. ما هو اليوم الثاني؟ الثلاثاء. واليوم الثالث؟ يوم الرابع؟ الخميس. يوم الخامس؟ الجمعة. اليوم السادس؟ السبت. اليوم السابع؟ الأحد. إذن الاثنين، ما هو الرقم الذي يحمل يوم الاثنين؟ واحد. أحسنتم. الثلاثاء؟ ماذا يحمل لكم؟ أي رقم؟ اثنان. الأربعاء؟ إذن اليوم هو ماذا؟ نعتبرنا اليوم هو الاثنين. سوف نقوم بترتيب أيام الأسبوع. افتحوا البطاقات، اقرأوا البطاقة، اقرأوا. ما لدي يوم الاثنين؟ ما لدي يوم الثلاثاء؟ الأربعاء. الخميس. الجمعة. نعم. السبت والأحد. أحسنتم. إذا كم يوم في الأسبوع؟ في الأسبوع 7.